بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم، النهاردة حلقة من تراث خاص. موضوع الشخير يا جماعة ده موضوع خطير جدا على المستوى العلمي، ودراسات كتيرة جدا دلوقتي في العالم من فترة طويلة بتتكلم على الشخير وخطورته. انتوا عارفين الشخير مثلا بيؤدي إلى الضغط العصبي، بيؤدي إلى الصداع، بيؤدي إلى العصبية الزائدة نتيجة نقص الأكسجين المزمن في دم الإنسان. الشخير وجدوا أنه له علاقة وثيقة جدا بضغط الدم المرتفع، لقوا أنه له علاقة وثيقة باضطراب ضربات القلب. كمان الشخير مهم جدا ارتباطه بزيادة الوزن، وخصوصا تكوينة معينة لزيادة الوزن اللي هي منطقة الرقبة، يبقى فيها كمية دهون كتيرة، تكون شورت نيك شوية، ما تكونش طويلة. كل ده ارتبط بموضوع الشخير. الشخير ممكن يؤدي إلى نقص أكسجين، ونقص الأكسجين ده يؤدي إلى كارثة مهمة جدا، لأنه ممكن الإنسان وهو سيء الأكسجين يقل، فيبدأ تركيزه يقل، ممكن ينام وهو سيء، ممكن ينام وهو بيشتغل على آلة خطرة، يكون في مصنع آلة خطرة بتشتغل جنبه، كل الآلات خطرة، هو مش ما بيشتغلش آلرت، يعني بيهدي الدنيا شوية، الآلة بتشغل وهو ينام يفقد التوازن، ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا. موضوع الشخير واضح أنه أكبر مما كنتم تتخيلون، وأكبر مما يتخيله الكثيرون، وهذا هو عنوان الحلقة النهاردة، عنوان مهم جدا. والنهارده اسمحوا لي نرحب بضيوفي، النهارده عندنا الموضوع في ضيف علمي طبعا، صاحب مقام متميز للغايه، وفي حاله مرضيه هتحكي كمان. النهارده اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال، الاستاذ دكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام. من اهلا بيك يا دكتور ايمن، سعيد بهذه الزياره سعاده غامره، واشكرك ان انت واجهت الدعوه لضيفين. طبعا يعني هتعرفوا ليه قيمه ان يكون في ضيفين، رغم ان العمليه معموله لواحد هو ضيفي العزيز الأستاذ علاء أبو طالب. أهلا بيك يا أستاذ علاء. أهلا بيك، منورنا وسعيد بهذه الزيارة. أهلا بحضرتك. وطبعا مدام ريهام الشريف زوجة الأستاذ علاء، منورانا مدام ريهام، وسعيد جدا بهذه الزيارة. أهلا بحضرتك. هنعرف قيمة أنه نستضيفكم أنتوا الاثنين مع بعض النهاردة، بس الأول أروح للدكتور في سؤال مباشر. هل الشخير أصبح يجد قيمته العلمية عند الأوساط العلمية؟ الناس بدأت تفهمه؟ هل الجماهير أو الجمهور العربي بدأ يفهم خطورة هذه الحالة المرضية بكل تداعياتها الكثيرة والمؤثرة على حياة الإنسان النفسية أيضا العضوية والعملية؟ شوف يا دكتور أيمن، حضرتك حطيت إيدك على أول نقطة مهمة جدا، وزي ما بيقولوا كده أنا بقالي 25 سنة بيتنبح صوتي عشان نوصل هذه الرسالة. أتمنى أن أنا بعد 25 سنة أكون في بداية أول سلمة للتعريف بالشخير، بأهمية الشخير، بخطورة الشخير. النهاردة الحقيقة الشخير لا يقل أهمية عن فيروس سي بأي حال من الأحوال، لأن النهاردة الشخير ليه تأثير مباشر على حياة الإنسان، حياة الإنسان في لحظة. النهاردة يكفي ان اقول لحضرتك ان رخص القيادة لا تعطى في اوروبا الا بعد ما يتعمل اختبار نوم، ويتعرف ان هذا الشخص ما بينامش هو سايق، لان بنومه هو سايق مش هو بس اللي هيموت، ده هيودي بارواح الكثيرين حوله.
عشان كده الحقيقة موضوع الشخير موضوع في منتهى الخطورة والخطورة، لأن الحقيقة الناس فاكرة أن موضوع الشخير هو الصوت وكلنا بنشخر وكلنا بنطلع صوت وإيه المشكلة، ما احنا واخدين على كده. لكن الحقيقة لما نعرف أن هذا الصوت وما يستتبعه من مشاكل خطرة جدا، هنقدر نقيم هذا الصوت وهذا المرض. الصوت زي ما احنا قلنا، زي ما حضرتك قلت وزي ما احنا قلنا قبل كده، ان مفتاح السر في موضوع الشخير هو كلمتين، قفلة البق والاكسجين. الاثنين دول لو قدرنا نحلهم اتحل موضوع الشخير واتحلت كل قصص الشخير. دي المجرى بتاع الهواء والنقص الاكسجين. بالظبط، حضرتك قفلت البق وحضرتك نايم، النفس بقى طبيعي، مفيش شخير وما يستتبعه. اتفتح البق يبقى في مشكلة كبيرة وما ينتج عنها قلة الأكسجين، وخد عندك بقى نبدأ قلة الأكسجين بأي حتة في الجسم ويقول التأثير عليها. أول المخ مثلا، قل الأكسجين على المخ، هتصحى الصبح ما انتش مركز، هتصحى الصبح التركيز قليل جدا، عندك نسيان على الجهاز العصبي، هتبقى طول النهار متنرفز مشدود، على القلب هيبتدي يبقى فيه ضغط ويبتدي فيه مشاكل في القلب بزبحة وما يستتبعه، كل مشاكل القلب على جميع المستويات، وبتوصل لي ان انت احنا بنعمل قلب مفتوح عشان نحل مشكلة القلب الناتجة في كثير من الاحيان عن موضوع نقص الاكسجين، او يكون هو عامل مهم من العوامل. أكيد. يعني تصلب الشرايين مع نقص الاكسجين مع الضغط العالي، كل ده مع بعض. بالظبط كده، بالظبط كده. لو فتحنا بقنا بقى وما يستتبعه من التهابات في الحلق على طول. ناس كتير جدا تبقى عندها التهابات في الحلق، مش عارفه، ناس كتير جدا تصحى الصبح تعبانه تقول لك انا مش عارف تعبان مالي، ناس كتير جدا بيبقى عندها على طول التهابات في زورها وبلغم ومشاكل في المعده، اذا انا عندي مشاكل في المعده، عندي جرثومه في المعده، عندي ارتجاع مريء، وانا اكتشف ان كل الكلام ده ما هواش السبب الاساسي، لكن السبب الاساسي جاي من فتحه البق والالتهابات المزمنه في الحلق وما يستتبعه من البلغم بينزل على الحلق. ناس كتير جدا مشاكل البطن زي انتفاخ، زي الام، زي مغص، زي اسهال وامساك وجهاز هضم ملخبط. شوف حضرتك، انا بمسك عضو وجزء، خد كل حاجه، الام الجسم في كل العظم، التهابات الكلى بسبب وجود بؤره صديديه في اللوز. احنا كل ده ما اتكلمناش عن اللوز، لان اللوز هي اساس وجزء اساسي في موضوع الشخير. عايز اقول لحضرتك ايه تاني اكتر من كده؟ استاذ علاء، انا عايز ابدا معاك القصه من اولها، ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل من البدايه ان انا كنت في البيت بتفرج على البرنامج بتاع حضرتك والدكتور، فلقيت الدكتور في البرنامج بيحكي كل الخطوات اللي انا بمر بيها، من ارهاق، من تعب، من مشاكل في الجهاز الهضمي، من نوم على الطريق. كنت بتنام على الطريق؟ انا نمت انا عملت حادثه على الطريق يعني. الحمد لله وربنا ستر يعني، انا اول مره انام على الطريق. بالليل ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، كنت ممكن اقوم من النوم ان انا يعني اللي هو مفيش نفس، النفس مقطوع. حصل معايا في شغلي، يعني انا في شغلي حصل معايا ان انا اجيب في نص شغلي كده نفسي وقف، يعني كاد ان انا قلت خلاص انا بموت. ده بجد. طبعا زوجتي طبعا يعني معايا وعشرت بقى معايا، استحملتني يعني. وكان في صوت اثناء النوم؟ اثناء النوم؟ طبعا في شخير. انت كنت عارف ان في كده؟ كنت عارف ان في كده. يعني هو الانسان بيقدر يعرف اذا كان بيشخر ولا لا؟ خلاص بقى مع اصحابي بقى يعني بيتقال له. لكن انت ما بتحسش؟ لا ما بحسش. لكن بتصحى من النوم حاسس بايه؟ زوري مقفول كل يوم. يعني انا ببقى نايم، انا ببقى عايز اخد النفس من مراخيلي، انا بغطه من بقي مفتوح بس على الاقل ناشف. النفس كنت عايز اخد، هوا من مدام ولا قولي لي، مدام ريهام قولي لي ايه اللي حصل، يعني احكي لي بقى. هو علاء انا من ساعه ما اتجوزت وهو بيشخر. ده زي في افلام العرب. ده بجد؟ زي الافلام العربي. انت عارف فيلم بتاع طير انت؟ في اول يوم يعني لقاها بتشخر. هو اللي لقاها. وقعدت طبعا كتير ما بعرفش انام بالليل من صوته. طبعا اتعودت، بس بدات اخد بالي ان هو وهو نايم بيصحى فجأة
انا يعني لحظه غريبه جدا، يمكن بتكون ثانيتين بس، حد بيقوم فجاه من النوم مش قادر ياخد نفسه وبعدين بيرجع يكمل نوم. الفتره الاخيره بقى طبعا حاولنا كتير، موضوع الشخير كان بيضايقه لما بيبقى راكب الطياره، لما يكون مسافر مع اصحابه وحد معاه في نفس الغرفه بتاعته، فكان يجي يقول لي فلان قال لي انا ما كنتش عارف انام من صوتك. حتى الناس لما كانوا يبقوا عندنا وهو نايم جوه، كنت انا نفسي ابقى قافله الباب ومتوتره جدا، لانه بجد لما كان يبقى عندي حد من اصحابي او بتكلم في التليفون وهو نايم جنبي وانا بتكلم افضل اهز فيها عشان يبطل عشان الصوت. الفتره الاخيره بقى يعاني من مشاكل، ضغط الدم ارتفع. انت ضغطك عالي؟ عشان انا مش مريض ضغط دلوقتي. قيس الضغط بعد عملت عمليه؟ لا لسه ما قيستوش. بس ما فيش صداع؟ لا، ما هو الضغط ما يتقاسش على الصداع، لازم يقيسه، يعني دي قاعده مهمه. الصداع مش هو دلاله الضغط الوحيده، ده الضغط ده سايلنت مرض بس هنطمن على الضغط بس يعني. بس كان صداع على طول بس الصداع ده برضو انا طول عمري عارفه انه بيجي له صداع، مش عارفين من ايه خالص. ونعمل تشيك اب كتير، مفيش سبب. بس الفتره الاخيره بقى الضغط العالي بدا يعلى. حد في العيله كان عنده ضغط؟ لا خالص، مفيش في العيله حد عنده. وبدانا نعمل تشيك اب فعلا، لانه بدا يعلى كتير ويروح لوحده يعني. عايز اسال برضو، يعني في طوال الفتره اللي فاتت كان في محاولات ان احنا ندور على المشاكل دي سببها ايه ولا ايه؟ طبعا رحنا للدكتور من سنه بالفعل، انف واذن وحنجره، وهو شاف عند علاء بعض من المشاكل، انه في ارتخاء في سقف الحلق طبعا بيشخر. اوكي، بس دخلنا في قصه تانية خالص. لازم تروح لدكتور بطنه علشان انت عندك ارتجاع مريئي، فالسقف عندك لو دخلنا عمليات هيحصل نزيف جامد. فدخلنا في قصه تانية كده، وبعدين نسينا بقى يعني، خلاص الموضوع عدى على كده، فكرنا في حاجه وسيبنا حاجه. بالظبط. عايز اروح بقى يعني لسؤال مهم يا استاذ علاء، يعني المعاناه، نقص اكسجين، صداع، ضغط بيرتفع، طب ماشي، غير كده كنت بتحس بايه تاني؟ هل مثلا كان في ضربات قلب سريعه؟ انت قلت لي حكايه ان انت كنت بتشخر وانت في الطياره. دي حقيقه، يعني الطياره ده خطر جدا على فكره. كنت يعني بمجرد ما اطلع الطياره شويه ولاقي نفسي رحت نمت. بس لازم اصحى تاني عشان اللي جنبي. انت عارف نقص اكسجين؟ طبعا نقص اكسجين ده في منتهى الخطوره. قررت بقى انت تعمل خلاص، يعني انت قررت ان انت تعمل عمليه. بالظبط. طب ما هو اتقال لك قبل كده ان العمليه فيها خطوره عليك. انا دخلت في سكه تانية لما رحت كشفت عند الدكتور، ف تدني في سقف الحلق واللوستين نفسهم متضخمين، قال لي مش هعرف اعمل لك العمليه الا لما هتظبط. قصه ثانيه انا دخلت فيها. لكن بالفعل انا لما خلاص نسيت، لما شفت الحلقه بتاعت حضرتك بتاع الدكتور هشام، قلت لا فعلا هو الدكتور بيوصف بالظبط الحاله اللي انا بمر بيها او الحاله اللي انا عايشها. انا اخدت القرار في لحظتها، حجزت، كشفت، الحمد لله رحت عملت العمليه لان فعلا ريحتني. انا حسيت ان انا استريحت كتير. بالك قد ايه عامل؟ ده لي 10 ايام. وسيطرنا على النزيف وسيطرنا على كل حاجه الحمد لله. طيب انا عايز اروح بقى لي العمليه نفسها. ايه التقنيات الحديثه اللي دلوقتي موجوده في عمليه زي دي اللي تضمن ان انا اقدر اعملها برضو يكون في فرصه نزيف، ممكن الضغط يكون عالي شويه، الحاجات اللي هي مع بتخلي العمليات دايما في حاله من التوتر شويه. شوف حضرتك، احنا عندنا في موضوع الشخير والدياجنوزس بتاعه احنا عندنا فحوصات داخل المركز بتتعمل، اكتر من 15 حاجه بتتعمل. يعني الاستاذ علاء هو جاي، هو ملى الشيت بتاع الشخير. الشيت بتاع الشخير ده بيتسال 10 اسئله وبيتجاوب عليهم وبيخش لي بشوف الكلام ده كله، واخد بال حضرتك ازاي، وبيتفحص وبعرف الهيستوري بتاعه، بعرف عمل عمليات قبل كده ولا لا، بعرف كل الهيستوري بتاعه اللي يختص بموضوع الشخير. اكتر من كده بنعمل طبعا فحص على مجرى التنفس بالمنظار. عملنا الفحص بالمنظار للاستاذ علاء، لقيت طبعا عنده
طبعا مناخيره كانت كويسه جدا الحمد لله، ودي حاجه يعني كويسه. انما المنطقه بتاعه الحلق بتاعه باللوز وسقف الحلق وعضلات الحلق واللهاء، المنطقه دي كانت شبه مقفوله تماما وملتهبه لدرجه فظيعه. استاذ علاء كان بيدخن، وكان من شروطي قبل ما يتعمل ضحك كل ده ضحك، وكان من شروطي ان هو لازم يبطل التدخين. الحقيقه يعني كان قراره مع الحقيقه زوجته مدام ريهام، كان الحقيقه انا كنت حاسس بقد ايه هم عايشين مشكله كبيره، وقد ايه مقدرينها، وقد ايه هم عايزين يحلوها. وده الحقيقه حاجه ابريشيتنج جدا جدا لاي طبعاً حد. انا جميل قوي نموذج الدعم اللي احنا شايفينه، الدعم الاسري اللي احنا شايفينه ده شيء رائع. انا بحييهم. ما هو ده موجود، ده موجود كويس جدا في مصر، بس ما بيظهرش على الشاشات. يعني في اوروبا هم بيصدروا، امريكا بيصدروا الكلام ده عشان بيعتزوا بشكل الاسره. احنا للاسف ما بنصدرش ده للشاشه، بنصدرش النموذج الايجابي الجميل في الترابط بين الزوج والزوجه. انا بحييكم انتوا الاثنين على كده يعني. لكن يبقى اللقاء معاكم ممتع جدا، انت نورتنا يا استاذ علاء، نورتنا مدام ريهام. طبعا كالعاده دكتور احمد، يعني دكتور هشام انت منورنا، وسعيد جدا بهذه الزياره الرائعه للاستاذ دكتور هشام ابراهيم كالعاده مبدع في حواره. استاذ علاء ابو طالب نورتنا وشرفتنا، مدام ريهام الشريف نورتينا وشرفتينا. يبقى انه الشخير موضوع خطير جدا، ويبقى نقص الاكسجين الداخلي على جسم الانسان واضح ان هو قضيه كبيره جدا تؤثر على كثير جدا من الاعضاء الحيويه. خلي بالكم من نفسيكم، وخليكم دايما مع ناس الحبيب.